جوجل. يا رب بقى يكون الوصفات اللي انا بقدمها بتعجبكم وتنور رضاكم. ما تنسونوش بقى باللايك والشير والاشتراك في القناه. حبايبي ومتابعيني في القناه، النهارده هنعمل مع بعض بمناسبه دخولنا على مولد النبي، كل سنه وانتم طيبين، هنعمل الفوليه والحمصيه والسمسميه. معايا ربع كيلو من كل نوع، ممكن تستبدليه باي نوع مكسرات. المكون الاساسي عندي كوبايه السكر والبيكربوناته. لو لسه بقى ما اشتركتيش في القناه اشتركي وفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. ويلا نبتدي. حاجه معايا كده الطاسه على النار، بحط فيها كوبايه السكر وعليها كده حوالي معلقه كبيره ميه، واسيبه لحد ما يتكرمل ولا اقلبه ولا اي حاجه. اول بقى ما يبتدي يتكرمل معايا في المرحله دي اقدر ان انا اقلبه. طبعا انا مستمره في التقليب، واهم حاجه بهدي عليه النار عشان خاطر ما يتحرقش مني. بص بقى اللون معايا ده، اللون معايا ده كده حلو جدا، شوف السكر خالص. يبقى بطرف المعلقه كده حط البيكربونات، خلي معاكي الحلاوه كده تبقى هشه مش مكتومه. بقى تقليبه كده حلو مع الكراميل، بعد كده هتلاقي نازله الحمص وقلبه بسرعه، اهم حاجه السرعه. طبعا يكون على اقل درجه حراره. هي دهنيها زيت كويس جدا وحاطه فيها كيس ثلاجه، دي افضل حاجه تنزلي عليها الحلاوه. ننزلها كده طبعا، يبقى ايدك سريعه فيها عشان خاطر ما تمسكش معاكي، لازم تفرديها وهي سخنه. بقى عندي اللي هي الفلافل دي دهنها شويه زيت وابتدي افردها كده واسويها حلو. طبعا لازم نقطعها وهي سخنه. عشان تتقطع معاكي بسهوله. تمام ازاي؟ قلت لازم وهي سخنه. ادي اللي بعده نفس الخطوات اللي عملناها في المره الاولى، حط برده كده كوبايه السكر. بعد كده معلقتين ميه وما اقلبهاش خالص، هسيب لحد ما السكر يسيح معايا. اول بقى ما ابتدي اهو السكر يكرمل معايا اروح جايه مقلباه بالشكل ده. طبعا بتهدي عليه الحراره خالص، اقل درجه حراره عشان ما يتلسعش السكر. بعد ما اتكرمل معايا بس اللون بتاعه حلو قوي كده، برده بضيف بقى البيكربونات بقى. حاجة التقليب يكون سريع. بنزلها، تكوني مجهزه الصينيه دي قبل ما بتبتدي تشتغل. طبعا المكسرات بتكون محمصه. نديها كده الفلافل دي بتسهل عليك اللي هي تتفرد معاكي بسرعة، اهم حاجة تكوني دهناها بالزيت. اللي بقى نقطعها برضو وهي سخنة، لازم تكون سخنة معاكي تتقطع بسهولة. اتقطعت معايا ازاي كده. طبعا بقى الحجم بقى اللي انت عايزاه قطعيه.
ننزلها كده ونبتدي اللي احنا نسويها. بس بعد ما خلصنا الطبق بتاعنا عامل ازاي بجد حلو جدا. عايز اوريك برضو القرمشه، بس القرمشه خلي بالك عشان المقطع ده معلش ما تصورش. السمسمه انا حاطه لها كوبايه ونص سكر، كوبايه ونص غير الفوليه والحمصيه. ادي الحمصيه اهي، بس القرمشه بتاعتها طيبه بقى. الطريقه دي بجد هتعجبكم جدا. يا رب بقى يكون النهارده الفيديو عجبكم. ما تنسوش بقى تحطوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس على كلمه الكل عشان يوصل لكم مني كل جديد. واشوفكم ان شاء الله على خير، وكل سنه وانتم طيبين.